شوارع وحواري القاهرة التاريخية وعلى بعد خطوات من باب زويلة يقع هذا المكان والذي يعد معلما تاريخيا مهما. إنه شارع الخيامية والذي تمتلئ ورشه ومحلاته بالألوان والفنانين الذين ما زالوا يدافعون عن هذا التراث ليقدموا لوحات فنية باهرة لكل من يراها. في هذه الورشة الصغيرة يجلس عبد الله وسط مجموعة من الأقمشة وعدد كبير من الخيوط ذات الألوان المتعددة، ممسكا بالإبرة وقطعة من القماش ليرسم عليها لوحة فنية رائعة، ويروي لنا بدايته مع هذه المهنة وكيف تطورت. لي 20 سنة في المهنة، لأن أنا رايح وأنا عندي 13 سنة أو كنتش كملت تعليمي، فاشتغلت المهنة كنت حاببها جدا، كنت حابب أقلد الناس اللي بيشتغلوا في الورشة أو في المكان اللي أنا كنت فيه. فابتديت أعمل زهرة اللوتس، الزهرة الفرعونية العادية، وابتديت أشتغل أعمل بقى أقلد الشخصيات اللي هم بيعملوها زي التنورة وزي الشغل اللي هو العصافير وأشكال كتير جدا والحاجات الفرعونية. فابتديت أعمل الشغل الإسلامي والشغل النباتي، ابتديت أعمل كل حاجة ليها علاقة بالخامة، أي حاجة ليها علاقة بالإبرة والكستبان والمقص. جيب ورقة اللي هو الورق البني الخفيف، وبنطبقه تطبيقة معينة إذا كان على الربع الرسمة أو التمن الرسمة، وبعدين بنعمل الشكل أو الديزاين اللي احنا عايزينه، وبعد كده بنخرمه طريقة تخريم كده معينة بالإبرة عشان ينزل لنا خرام، ونحط عليه زي بودرة من فوق فينزل. لو الأرضية غامقة بنحط اللي هي البودرة العادية، البودرة البيضاء اللي هي بودرة التلج. لو الأرضية فاتحة بنحط عليها بودرة الفحم، بتنزل لنا زي نقط صغيرة بس فيها الرسمة اللي احنا رسمناها، وبعدين نبتدي نعلم ونبتدي واحدة واحدة نشتغل على نفس العلام او نفس قطعة القماش اللي احنا بنقطعها على نفس الرسمة بالظبط اللي احنا عاملينها. في ناس بتحب شغل الزهر اللوتس، الزهرة الفرعونية العادية، لان دي اشهر زهرة عندنا كمان في شغل الخيامية. اما في ناس بقى بتحب الطيور، وفي ناس بتحب الاسماك شغل الاسماك، وفي ناس بتحب الصوفي دانسر اللي هو الدرويش بالشكل بتاعه بلفة التنورة الجميلة، لان احنا بنختلف في كل الاشكال ديت، ومع تجديد الالوان ومع تجديد الصنعة نفسها فابتدينا نطور فيها، فابتدى يبقى في شغل تاني مختلف. يعني في ناس بتحب الشنط مثلا عليها شغل هاند ميد، في ناس بتحب حاجات كتير جدا. احلى من مهنه الخياميه، يعني معترض على كلمه مهنه، هي فن الخياميه، فن الخياميه بالاشكال وبالحاجات اللي فيه، انها تكبر اكتر من كده وتبقى مهنه يشوفها العالم كله، بس التسويق يبقى من خلالنا احنا هنا. يعني مش شرط المعارض هو اللي يعرف الناس علينا، لا، احنا عايزين التسويق جوه مصر هو اللي يعرف العالم كله علينا. ويعني ايه مهنه الخياميه، ايه فكره تركيب القماش على القماش ودرجات الالوان بالشكل وبالمنظر المبهج ده. الخيامية يعتبر من أقدم الحرف اليدوية التي مارسها الإنسان لصنع مأوى له من القماش، وقد ارتبط هذا الفن قديما بكسوة الكعبة والتي كانت مصر تقوم بتصنيعها حتى ستينيات القرن الماضي وإرسالها للحجاز في موكب مهيب يعرف باسم المحمل. وكان التجار قديما يأتون من المغرب والشام إلى القاهرة لإصلاح خيامهم.